صباح الخير لكل المشاهدين اللي عم تابعونا اليوم بكاتوك. اليوم نهار الاثنين وبيصيرنا للمرة الثالثة استقبل معي كمال ريشة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. استغنى عن التعريف كمال سالون كمال ريشة هير أند بيوتي سنتر، في كل شيء بحاجة له كل سيدة وصبية عم بتحضر العرسة أو رايحة تحضر عرس. اليوم رح نحكي شوي بطريقة هيك مجمل شوي عن العروس، كيف بدها تحضر حالها، شو التريتمنتس اللي لازم تعملهم قبل ما تخطي هيدا الخطوة. خبرنا شوي أكثر. هلا أكيد مثل ما بتعرفي إنه كل عروس عندها طبع معين وكل عروس عندها رأي معين، نحن بدنا نشتغل شوي مع بالحكي قبل ما نبلش بال شو بدنا نعملها، شوف طبعها كيف بتحب، بتحب تغير لها لون، ما بتحب نغير لها لون. قبل بقد ايه تقريبا لازم تجي لعندك؟ يعني المفروض اذا عرسها بوقت الصيف اللي بيبقى فيه عجقه بدها تجي قبل بثلاث اربع اشهر بالقليله. نعم، ما في مجال. هلا اذا ما بدها تعمل لون بدنا نشتغل لها عسوان بشعرها تنشوف الكاليتي، اذا تعبان اذا بدنا نظبط لها اياه. في نرجع نحكي بالموديل وبال بالستايل اللي هي حابه تطلع فيه. في تريتمنتس معينين بتنصح فيهم للصبايا يلي عم بحضروا لعرسهم، خاصه كمان احنا عبواب صيف وموسم بحر، واكيد هلا العروس ما لازم كثير تتعرض للشمس هون، بس كمان ما بيمنع انه تنزل كم مره على البحر، وهون يمكن اذا عامله هايلايت، عامله يمكن كولار لشعرها، في احتمال انه يتكسر الشعر. يعني اكيد حسب شعرها، حالته تعبان كثير اكيد في تريتمون خصوصا له، تعبان شوي صغيره كمان في تريتمون، يعني شو الكا تبع الشعر ساعتها بدنا نشتغل على اساسها. اكيد في ستايل معين هلا هيك ستايل كمال ريشه اذا فينا نقول دغري بيبين انه هيدا شغل كمال. اكيد هلا العالم صار تعرف شوي ستيل، لانه كل شخص عنده ستيله وكل شخص بيبني على ستيل معين، بس اليوم حبينا انه نفرجي كولكشن نازل جديد. نعم. باللوريال، وحبينا نعطي نفس الستيل ككوافير. حبيت اعطي نفس الستيل. نعم. لانه تنفرجي انه هالستيل اللي طالع نحن فينا نشتغله بس بطريقه اصغر. نعم اوكي، بطريقه يمكن ناتشورال اكثر. مش ناتشورال، يعني هو كثير عالي جاي وهيك. شوي العروس بتقول لك ما بدي كثير، هيك فرجيناه على مصغر اذا بدنا نقول. تا نفرج المشاهدين عن شو عم نحكي، رح نشوف هلا فيديو محضرينه بسالون كمال ريشة، رح تفصلنا اكثر هلا عنه تنشوف شو عملت لها للعروس بالفيديو. بلشنا نشوف لكن كمال هون الانترنس عندك بالسالون. نعم. اسباس مونت برودوي. في برودوي معين بتستعمله على طول بتتكل عليه؟ اكيد، مثلا هلا عملنا لها سيري ناتور العروس اللي اجت، لانه شعرها كان بده شعرها ناتورال ومقصف هيك شوي، استعملنا لها سيري ناتور. بيعطي حيويه، بيعطي لمعان. اكيد بيعطي حيويه، بيعطي لمعان. نعم. هيدا الموديل اللي عم نشتغل نفس العالي شوي. ايه، نحن عملنا على اوطى نتف صغير، غيرنا شوي ارتستيك اكثر هون. ارتستيك ايه، بس حلو كمان. نعم. كيف بيتم تحضير شعرها للعروس نهار العرس؟ يعني هون بدنا نعتبر انه هو نهار عرسها للصبيه، كيف بيتم التحضير؟ التحضير بيتم اكيد بدها توصل بنغسلها شعرها، بيتنشف، بينعمل ويفي او براشينج. نعم. ليك هون عم دلها انه مقصف شوي، ما بده كثير تريتمون قوي. إذا لازم تقص شوي من شعر لازم يكون قبل نهار العرس. إيه أكيد، نتفة صغيرة أطرافه، منقص لها أطرافه. توصل العروس بنغسل لها شعرها، بنعملها براشينج، بتفوت على الميك أب، بتخلص ميك أب بتظهر من مشطها. نعم. هيك تكون بالدور ماشي. هذا البرودوي اللي عم نشتغل عليه. هو شو هو هذا البرودوي؟ ماسك ناتشور؟ إيه هيدا هو. أباز دي ناتشور. أوكي. هون عم نخلط الساشي مع الماسك. نشتغل لها طريقة التريتمون، هيدا بنبلش قبل بتقريبا شهرين او ثلاث اشهر من عرسها نشتغل لها على ال واضحة اللمعية اوريدي. ايه ليك كيف صارت، يعني شفتي بس كنت عم فرجيها اياهم اول شيء، بتحسي انه كثير منشف. نعم. هون حتى هذا التريتمنت كمان حلو لكل صبيه وسيده تعمله بكل فترات حياتها. اكيد ما ضروري. صح، ما ضروري بنهار يعني العرس. مزبوط، لانه الشعر الحلو حلو ساعتها اللي كان وبكل الاوقات. مثل ما عم بتشوفي عملنا لها اسوان، غسلنا لها، عملنا براشينج، بلشت ميك اب.
لكن السيدة بتطلع خالصة جاهزة، عاملة تريتمنتس، مساج للوجه للشعر أكيد. حتى كمان الميك اب، وشو شو الموجود كمان بعد بالسيرفيسز بالصالون؟ اي شيء بتطلبه السيدة الا اكيد يعني اشياء جراحة وهيك لا، بس طبعاً. اي شيء بتطلبه من سوان، من مكياج، من نيل كير حتى موجود، اي شيء بتطلبه السيدة لجمالها. هون عملت لها الميك اب جيني ماردانيان. نعم، خلصت الميك اب وهون بلشت بالرفع. انا بالرفع هون عم نشتغل ستيل اللي قلت لك عنه. اكيد غيرت شوي بالموديل طبعا نطلع نفس الصوره يعني. طبعا عم تروح للون الواحد، لون اوني بالشعر، ولا عم تنصح شوي بالهايلايت موسم الصيف حسب لون البشره؟ نعم، حسب السيده وين وصلت باللون تبعها. يعني اول الصيفيه ما بنصح كثير باللون الهايلايت لانه بتبقى بيضه، بيبقى ما في عندها كثير لون. هلا بنص الصيف ولاخر الصيف تبقى اخذ برونزاج هيك حلو كثير يطلع الهايلايت مع ال بيضوي الوجه. اي اكيد اكيد بيعطي اكلا الاوقات. صح، للعروس كمان هون عم نشوف لون واحد بشعرها. لون واحد لانه ما عندها برونزاج كثير قوي. هلا هي سامره بس ما عندها برونزاج قوي. نعم، اللي هو البرونزاج الحلو بيطلع معه الهايلايت. اوكي، هلا تبين شوي الستايل ككل مع الريبان بعد شوي. اكيد الاكسسوار له مطرح بالرفعه، في يكون مثل ما عم نشوف ريبان، في يكون اكسسوار يمكن مع احجار اللي هي العروس بتنقيهم، او حتى كمان الفلاورز يلي ما بتروح الموضه وكل لا. صبيه بتحب نهار عرسها يمكن تزيد ورده صغيره بشعرها. ايه هون مثل ما عم نشوف، اذا عم نشوف نفس التيم تبع العروس اللي قطعت بالصوره. نعم، هون لبسناها الفستان تنشوف اللوك الكامل أكيد. مع الشعر والميك اب والبرز الخاصه. بين الفستان حلو، هو شغل نويل دهان، هذا فستان حلو كثير. هلا بين الستايل وبينت الكوافير. ميك اب عم بتروحوا اكثر شوي، يعني فينا نقول بستايل الميك اب والشعر هو بتميل اكثر للغرب او للشرق، ولا مزج بين اثنين؟ برجع بقول لك حسب طبع السيده، لانه اوقات في عندك عروس بتفوت، او مش عروس، خلينا نحكي بالمجمل. نعم، كسيده. نعم، بتفوت بدها كثير قوي، بدها تروح على الستيل العربي اللي بيبقى فيه الايلاينر القوي لهالقصص، او في بعض السيدات كثير سمبل و بحبوا السوفت ميك اب اكثر. ايه بدي احط خفيف بتقول يعني. نعم، عندنا الدو شوي حسب الطلب. ايه حسب، عم اقول لك حسب، بيرجع السيده كيف هي حابة حالها. نعم، يعني اول شيء لازم ندرس لها طبعها. لازم يكون في اخذ وعطاء، يكون في علاقه هيك اول شيء. اكيد، وخاصه الصبيه يلي بتحجز اذا ما كانت زبونه كمان ريشه، بتنصح اكيد انه ترجع لعندك قبل بشهرين ثلاثه يصير في اخذ وعطاء يلي عم تحكي أكيد. عنه اكيد ضروري، وتتعود على شعرها وهي تتعود كمان على ستايل كمال. كمان بس نعرف شوي بالمطلق، في سكادجول بيكون محدد للعروس قبل بوقت اذا بدها تقص شعرها، اذا بدها تعمل تريتمنتس مثل ما حكينا، وحتى كمان الميك اب في له بروفا، بينعمل بروفا قبل ولا لا؟ اكيد نحن سيستمنا بالصالون، بتفوت السيده اول مره بنحكي من فرجيه الصور، بناخذ ستيلها وبتاخذ ستيلنا. بنشتغل معها على التام العرس، من يعني من الاول لاي شغله بالعرس، من لون الفلاور، من العرس، من طول العريس، من السياره كشف او مش كشف، من اي من اي ديتيلز بالعرس لازم نعرفها تنكون ماشيين مع تام العرس. هالقد بتفوت اون ديتاي بالعرس؟ اكيد اكيد، لانه اذا تنقول جوزها مترين ما معقول اعمل لها شينيوبا وتبين هي حده مثلا قصير كثير، بعليلها مع سكربينه مع شعرها بتصير في تناسق بالعرس. اذا سياره كشف ما فينا نجي نعملها شعرها فالت، نتركه فالت وتطير ويروح شعرها توصل على العرس، ما في شيء يعني. في كثير امور ديتيلز صغيره، في كثير عرايس ما بتحسبها توصل. نعم، تتفاجئ فيها. هلا بنصورها بنعملها بروفا، وبنصورها بنعملها فايل لها نهار العرس، بتجي بنفتح الفايل تبعها تنعطيها نفس البروفا اللي اشتغلنا لها اياها وبنكون اتفقنا عليها، هيك ما بيكون في شيء غلط. نعم، بيتم التحضير مثل ما قلنا قبل بوقت، من مساج للشعر حتى كمان للوجه للنيلز ميك اب وكل هول. شو اللي بيميز صالون كمال ريشه عن باقي الصالونات اللي موجوده بالاسواق اليوم؟ اللي بيميز صالون كمال ريشه ستايل
ستيله التاتش تبعه ستيل عندي ستيل معين لإلي اشتغلت عليه اكيد بعض العالم حبتني كثير وفي بعض العالم ما بتحبني يعني مثل اي كوافير بالعالم كله مش بلبنان بس اجمل انه بحبوا ستيل تبعي بس اشتغل انا وياهم لانه بفوت معهم بديتيلز كثير لكل الاشخاص والسيدات والصبايا اللي عم يسالوا اليوم وين موجود كمال ريشا نحن اليسار نعم سنتر الصنوبر دوزيام ايتاج في رقم تليفون تقدر تذكر 03-328-4900 تنرجع شوي لحديثنا كمال كيف بتم تحضير ام العروس الشبينه والموجودين يلي جايين يتمشطوا مع العروس هلا اكيد نحن بناخذ باكج عروس وشبينه واما ضروري انه تكون معهم يعني لانه بتكون مرافقه العروس على طول خاصه هيدا نهار يعني ما فيها الوالده تترك لا ابدا ابدا ما بتتركها اكيد ام العروس اوقات بتحب تهتم بحالها اكثر من العروس ليش تبين اصغر العروس لا عم بمزح نهتم كمان بام العروس يلي بنشوف كمان ستيلها وشو بيلبق لها كمان والشبينه كيف بيتم هون تنسيق بين الشبينه وبين صح هيدا اللي بدي احكيه تيكون هيك كوردينيتد مع بعضهم صح هلا بنرجع كمان لفورم وجهها لفورم جسمها لطولها لشعرها شو هو للشبينه كمان واكيد ما بنقربهم على بعضهم كثير اهم شيء تمام تنعتبر عملت العروس رفع كامل بنعمل للشبينه نص رفعه مع موديل مثلا بيجي جدوله من ورا بنعمل لها فايتين بقلب بعضهم او اذا بدها ترفع بنغير لها ستيل الرفعه كليا اوكي تمام يمشوا مثل بعضهم نفس الموديل يعني كمان مش منيحه للصالون اكيد تنرجع كمان لام العروس مثل ما حكينا والتحضير يلي بيصير للعروس بيصير هو ذاته للشبينه ولا ام العروس ولا العروس اكيد بيصير في لها اهتمام اكثر بما انه هو نهار عرسها ونهار لها هو خاص بس كمان الشعر مثل ما بيقولوا دائما بيلفت النظر وهو اللي بيسبب اذا فينا نقول او بيعطي جمال كثير حلو للسيده والامراه كيف بتم تحضير هون قبل العرس هلا مزبوط مثل ما قلتي انه العروس اهتمامها اكيد زايد يعني بلا شك لانه نهار عرسها ما فينا نقول ام العروس وشبينه رح نهتم فيهم قد العروس بنكون عم نكذب بهالموضوع بنهتم فيهم كمان كثير بس اكيد العروس بيبقى هي راسها مشغول وبتبقى يعني كثير ملبوكه انه كيف بده يطلع ويعني يبقى هي طبعا غير شيء يعني مجبوره تهتم فيها لانه هيدا نهار لها صح مش لشبينه ولا لام العروس اكيد بس هو التحضير بيكون اصلا قبل هيدا قبل بوقت أي بس بوقت. هي ضروري تكون يعني معصبه نهار العرس ضروري ما قطع لعندي عروس كول يعني اذا بتقلي لي انا كثير كول يوم بتكون عم تكذب او بتكذب علي هي بتقلي لي انا كثير مرتاحه بعد شو بتحسيها انه بلشت في ستريس معين هلا ام العروس اكيد بحضر لها اكستنشن نشتغل لها على اللون نشتغل لها على الموديل بس مش بطريقه العروس والشبينه نعم كل شخص بينعطى حقه بصالون كمال ريشا وبينعطى اكيد بطريقه تناسبه وتناسب شخصيته اهلا وسهلا فيك كمال للمره الثالثه بنستضيفك بكات ووك اكيد ان شاء الله مع لقاءات ثانيه وبتجدد دائم ميرسي كثير لكم وللاكيب أهلا مشاهدينا هيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكات ووك بنرجع نتلاقى ان الله راد الاربعاء على 10:30 هلا بودعكم وبقول لكم بونجورني باي